كنرحبوا بالسيد مدير شركة بيوغناج، كنرحبوا به كمحتضن جديد ينضم إلى قائمة المحتضنين لفريق اتحاد طنجة. شرف لنا بحمل هذه العلامة التجارية للشركة. إن شاء الله تكون الشركة قدم الربح اللي كنقولوا على فريق اتحاد طنجة. كما كتعرفوا القيمة ديال العقد كتبقى في البنود ديال الكونترا اللي هما كونفيدونسييل، يعني اليوم ما غتسمعوا حتى شي واحد ما عندناش حال القيمة ديال العقد. باغ كونتر شنو ممكن نقول لكم اللي أهم من القيمة ديال العقد؟ اللي أهم هو لاكومبانيومون اللي باغيين نأسسوا مع لو كلوب، باسكو دابا حنا اليوم جينا في الوسط ديال لا سيزون، باقيين 13 ماتش، يعني حنايا هذا العام اكومباني لو كلوب في الاخر ديال لا سيزون. ولكن اللي مهم كما قلت لك هو ان شاء الله باش في لا فان دو سيزون نجلسوا ونشوفوا هاد البارتنيري كيفاش نقدوا نالارجيوه ل تو لي سبور بوكا با تو لي كومبيتيسيون وامور واحده اخرى. فريق اتحاد طنجة أبرم عقد استشاري مع شركة بيوغناج، كيجي هذا العقد في إطار بحث الفريق عن مستشارين وداعمين له في الفترة الحالية. شركة بيوغناج جاء إبرام العقد معها بعد دراسة ديال اللجنة ديال التسويق من الشركة. العقد الى ما تم السنه يعني غادي يغطي هاد 13 مباراه المتبقيه من البطوله الوطنيه، وغادي يكون ان شاء الله توطئا عقد مستقبلي ان شاء الله. بعد انتهاء البطوله غادي نحاولوا نجلسوا ان شاء الله من جديد مع الممثلين القانونيين ديال الشركه ان شاء الله، ونرسيو معاهم لعقد مستقبلي يكون فيه مده اطول وفيه مجموعه من البنود ان شاء الله اللي تكون صلاه في صالح ديال فريق اتحاد طنجة ولا في صالح الشركه. من جمله البنود اللي كاينه في العقد كاين جانب مادي، وكذلك كاين مجموعه الامتيازات اللي غادي يستافدوا منها سواء اللاعبين او المستخدمين ديال الفريق. وملي كنقول اللاعبين يعني مختلف الاصناف، سواء لاعبي الفريق الاول او لاعبي الفئات ان شاء الله. اللي يختي فريق كبير، اتحاد طنجة هو اكبر انستيتيون سبورتيف كاينه في لا فيل دو طنجي، وحنايا دون لو كاد لا بوليتيك ار اس او ديالنا ولا بوليتيك دو سوبور لي اكتيف سبورتيف دو لا فيل، بغينا كيما شرت لها في لا بريزونطاسيون نرافقوا هذا لو غران كلوب و يكون ان بارتناريا لون تيرم معاه سور بليزيور كومبيتيسيون اي سور بليزيور سبور ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.